محولات. إذا عندي اللي درسناه لحد الآن درسنا الماجنتيك سيركت وأخذنا المبادئ الأساسية للمحولات. أخذنا كيف عندي هون أنشأنا فلوكس، نشأ عندي فلوكس، والفلوكس طبعا كان اي سي، ما راح يشتغل المحول إلا إذا كان هذا الفلوكس اي سي بسبب وجود دي فاي على دي تي عشان ينشأ عندي فلوكس بالسكن. هاي هون الفكرة الأساسية. عندي أنا هون هذا البرايمري راح أسميه البرايمري أو الإنبوت وايندينج، وهذا عندي بسميه السكندري أو الأوتبوت. وأحيانا بكون عندنا تيرشر في بعض المحولات، بكون عندنا كويل أوتبوت ثالث. إذا عندي هون راح يكون سكندري، والسكندري راح يتكون عندي فولتج هون، والمحولات عادة بتكون ستيب أب أو ستيب داون، غالبا بتكون ستيب داون ترانسفورمرز. ستيب داون يعني الفولتج، بنزل الفولتج من فولتج عالي لفولتج واطي، وممكن يكون عندي ستيب أب ترانسفورمر اني برفع الفولتج من هون برفعه لفولتج اعلى. الفكره العامه انه احنا بنولد على فولتج معين، نرفع هذا الفولتج لفولتج اعلى عشان الترانسميشن، بعدين بس نقترب من مكان السب ستيشن بنعمل دروبينج داون ستيب داون اول مرحله، بعدين بصير في عندي توزيع، بعدين ستيب داون مره ثانيه عشان اوزع للكونسيومرز. اول سيستم كان اول الكتريكال سيستم كان دي سي سيستم، وهذا بسنه 1881 او 82 1882 في عالم مشهور اسمه او مخترع توماس، اظن انها الفا الاسم هون الفا اديسون. واديسون يعتبر كان مهتم جدا في الدي سي، كان يعتبر انه الدي سي هو مستقبل الطاقه الكهربائيه، لكن المشكله الاساسيه انا في الدي سي ما بقدر ارفع الفولتج ولا بقدر انزله، مزبوط؟ ما بقدرش استعمل محول. ايش السبب الرئيسي ليش ما بقدرش استعمل محول في الـ في الـ السبب الرئيسي ايش المعادله؟ تمام في معادله، في معادله او في لو احنا درسناه ببين لنا مباشره انه الدي سي ما مزبوط اللي هي نص اوميجا 3. لا دي فاي على دي تي، احسنت، دي فاي على دي تي، دي فاي على دي تي. اذا كانه دي سي ايش المشتقة تبعت الدي سي؟ زيرو. اذا الفاراديز لو بقول انه السكندري ما راح يطلع منه الفولتج اللي بيطلع منه بيساوي ماينس دي فاي على دي تي، مزبوط؟ اذا كان دي سي مش راح يطلع معي، راح يتكون فاي، مزبوط، ممكن تكون فاي بالدي سي بس ما راح يطلع معي هون الفولتج لانه دي فاي على دي تي راح تكون زيرو، اذا لازم يكون هذا اي سي. ولذلك هذا السيستم فشل، دي سي عمليا انتهى بنهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين انتهى الدي سي. هذا كان أول دي سي سيستم كان في مدينة بارش، كان في نيويورك ستيت ولا نيويورك سيتي، نيويورك سيتي، ما قدر ينقل فيه مسافات طويلة لأنه المشكلة أنت بس تيجي تنقل على فولتج واطي بصير عندي فولتج دروب، بصير في الدوسز عالية. فكان هذا أول ديستريبيوشن سيستم لكن كان مبني على الدي سي. بعدين صار عندنا الاي سي سيستمز اللي من انصار الاي سي كان تسلا، العالم الكرواتي تسلا اللي هاجر على امريكا وكان هو من انصار الاي سي سيستمز، والاي سي سيستم انتشرت بشكل عام، صار عندي ستيبنج اب وستيبنج داون. اذا عندي هون البرايمري وايندينج، هاي بسميها برايمري وايندينج، عندي عدد من اللفات راح نسمي هذول عدد اللفات ان سب بي، وراح نسمي هذول اللفات ان سب اس عدد اللفات. النسبه ما بين هذول الاثنين يعني ام بي على ان اس راح ارمز لها بالرمز اي، واي اذا كانت طبعا اكثر من واحد معناها هذا ستيب داون ترانسفورمر، واذا كانت اي اقل من واحد معناها هذا ستيب اب ترانسفورمر، ستيب داون وستيب اب. الريشيو نفسها ام بي على ان اس هي نفسها الريشيو في بي على في اس، راح افترض انه في بي وفي اس هم الار ام اس فولتجز، فالفي بي هو الار ام اس فولتج تبع البرايمري، الفولتج المطلوب على البرايمري، والفي اس والفولتج اللي على السكندري، هذا كمان راح يساوي اي، راح يساوي نسبه اللي هي نسبه في بي على في اس بتساوي النسبه اي، واذا كان هو ستيب داون، اذا كان ستيب داون معناها اي اكبر من واحد، ستيب داون ترانسفورم بكون النسبه اي اقل من واحد. هلا في تشابه كبير ما بين الفولتج ما بين الترانسفورمر والجير بوكس، خلينا نطلع عليهم ونشوف فكرتهم. لو اخذنا اول شيء الجير بوكس، اذا عندي
جير بوكس راح يعمل ستيبنج. خليني افضل هون في عندي شافت في عندي هون اوتبوت شافت جير بوكس، بقدر اشبه الجير بوكس بالترانسفورمر. راح اشبه هون عندي راح يكون في عندي هون تورك على الانبوت وعندي سبيد اوميجا على الانبوت وعندي هون تورك على الاوتبوت وعندي سبيد على الاوتبوت. اذا ما عندي لوسز في هذا السيستم الانبوت باور للجير بوكس شو لازم تساوي؟ الاوتبوت باور. ايش الانبوت باور للسيستم للجير بوكس؟ بي انبوت شو بتساوي؟ بتساوي تاو انبوت مضروبه في ايش؟ لا هذا جير بوكس، انا بحكي عن جير بوكس. جير بوكس بتساوي اوميجا انبوت تاو ايش لازم تكون وحدتها؟ نيوتن متر. واوميجا ريديانز بير سكند. والباور اوتبوت كمان بتساوي تاو اوت. هذا طبعا اذا فيش عندي لوسز، اذا ما عندي لوسز راح يكون بي ان بيساوي بي اوت ويساوي تاو ان ان ويساوي تاو اوت اوميجا اوت. هذا اذا ما عندي لوسز في هذا السيستم. اذا عندي لوسز طبعا راح يكون في افشنسي لهذا الجير بوكس. وهذا اذا فرضته مثلا ستيب داون راح تكون السرعه هون عاليه، هاي سبيد شافت ولو سبيد شافت. لو قارنت هذا الان في المحول، لو فرضت هذا المحول ما عندي فيه لوسز، ما فيش عندي لوسز ولا عندي ليكج، فعندي هون راح يكون ايش الانبوت باور لهذا السيستم اذا هو اي سي في حاله الترانسفورمر؟ بي انبوت شو بتساوي؟ في تمام في بي مضروب في اي بي ار ام اس. وايش لازم اضربهم؟ كوساين ثيتا بي. ثيتا تبعت البرايمري اللي هي الزاويه ما بين الفولتج تبع البرايمري والكرنت تبع البرايمري. هذول لما بحطهم هون هذول يعني عم برمز ل ار ام اس، هذا ار ام اس وهذا ار ام اس فاليو، ولا هي بتكونش المعادله صحيحه. طيب الاوتبوت باور بتساوي في سكندري اي سكندري كوساين ثيتا سكندري من هون. واذا ما عندي لوسز شو بكون هذول الاثنين؟ متساويين. اذا ما عندي لوسز في هذا السيستم بكون بي ان بيساوي بي اوت ويساوي في بي اي بي في كوساين ثيتا بي او في اس اي اس كوساين ثيتا اس. لو رسمنا الان فيزر دايجرام لهذا السيستم، عندي هون هذا في بي مثلا، راح الاقي انه لو راقبت انا الفولتج اللي داخل على المحول الفولتج اللي خارج من المحول راح الاقي انه في بي ان فيز مع في اس. الفولتج اللي داخل عندي من هون لو حطيته على الاوسيلوسكوب راقبته راح الاقي انه ان فيز مع الفولتج اللي طالع عندي، فصارت في بي مع في اس نفس الزاويه. ايش هذا السهم بنسميه؟ لما برسم الفولتج بهذا الشكل سهم. ايش اسمه؟ فيزر. هذا اسمه فيزر، بمثل الطول بمثل البيك تبع الساينوسويد او الار ام اس، والزاويه بتمثل الفيز انجل تبعته. عاده الترانسفورمرز كله لاجنج لودز، فعندي هون افترض انه هذا اي بي، كمان راح الاقي انه اي بي الكرنت في البرايمري ان فيز مع الكرنت في السكندري، فراح يكون عندي هون هذا اي اس. لاحظوا هلا هون انا ايش عملت؟ مين اطول هون كان في بي ولا في اس؟ في بي. في بي بس هون مين كان اطول؟ اي اس. ليش؟ لا اللاجنج هيها هون، هذه هيك اللاجنج هيها، اللاجنج كرنت وهذا الاثنين ان فيز، والزاويه بينهم نفسها هي ثيتا بي تساوي. انا في شك. لا لا لا. ايش صار بالفولتج؟ الفولتج اللي دخل اعلى من الفولتج اللي طلع، مش هيك؟ اذا ايش صار بالفولتج؟ انعمل له ستيبنج داون. اذا الكرنت ايش لازم يصير فيه؟ لازم يزيد، مش هيك؟ حتى الباور تضلها نفسها، اذا الزاويه نفسها مش هيك؟ ففي بي اي بي ايش لازم يساوي؟ في اس اي اس تمام. لاحظوا هون الزاويه عندي ثيتا بي بتساوي ثيتا اس بتساوي ثيتا بشكل عام. احنا قلنا هون الكرنت لاجين، اذا كان الكرنت لاجين فما دام في اس انفيز مع في بي واي اس انفيز مع اي بي، اذا الزاويه بينهم هي نفسها، ثيتا بي هي نفسها ثيتا اس، معناها كوساين ثيتا بيساوي كوساين ثيتا، او في بي اي بي كوساين ثيتا بيساوي في اس اي اس كوساين ثيتا. نشطب كوساين ثيتا مع كوساين ثيتا، عندي في بي اي بي بيساوي في اس اي اس من هون.
اذا انا اذا نزلت الفولتج ايش يصير بالكرنت؟ بزيد الكرنت. بزيد. واذا رفعت الفولت اذا نزلت اذا رفعت الفولتج شو بصير بالكرنت؟ بزيد. طلع الجير بوكس. لو انت رفعت هون السبيد شو بصير بالتورك؟ بزيد. اذا رفعت السبيد لانه الباور ده طلع كونستانت. واذا نزلت السبيد شو بصير في التورك؟ بزيد. عندي هون نفس فكره السبيد والتورك هون مع الفولتج والكرنت هون فيها تشابه ما بين الجير بوكس. فانا بستعمل الجير بوكس حتى اعمل ماتشنج للود. اذا انا بدي تورك معين للود معين ممكن استعمل الجير بوكس حتى يعطيني السرعه، بيعمل ماتشنج ما بين السورس واللود. نفس الشيء الترانسفورمر بامكاني استعمله حتى ارفع الفولتج او انزل الفولتج واعمل ماتشنج مع اللود اللي موجود هون من السبلاي اللي موجود هنا. اذا عندي في بي اي بي بتساوي في اس اي اس، اذا في تشابه ما بين الفولتج الترانسفورمر والجير بوكس. خلينا نطلع الان على العلاقات، نرجع للعلاقه هذه اللي كانت موجوده هون اللي هي ايه. ايه بتكون اذا كان هو ستيب داون. خلينا نطلع هلا هون، اذا طلعت على في بي اي بي انا عندي الانبوت باور بتساوي في بي اي بي، لكن في بي شو بتساوي؟ العلاقه بين في بي وفي اس ايه، في بي شو بتساوي؟ اي في اس. وعندي اي بي شو بيساوي؟ هلا في بي على في اس بتساوي اي، وعندي اي بي على اي اس بيساوي واحد على اي، مش هيك؟ مش احنا قلنا اذا برفع الفولتج بنزل الكرنت او العكس، اذا الريشو بين هدول الاثنين اي، لكن الريشو بين هدول الاثنين واحد على اي. اذا عندي بي انبوت بيساوي في بي اي بي كوساين، طبعا الزاويه بس احنا الزوايا قلنا متساويات، واي بي بتساوي اي اس على اي. عوض هلا هدول القيم عوضهم هون، بصير عندي محل في بي ايش بحط؟ اي في اس، ومحل اي بي شو بحط؟ اي اس على اي. الاي بتشتغل مع اي بيساوي عندي في اس اي اس. اذا فيش لوسز، طبعا اذا فيش لوسز احنا بنقول الترانسفورمر الحقيقه رح يكون في لوسز، بس افترضنا احنا اي تي الترانسفورمر صارت عندي في بي اي بي بتساوي في اس اي اس.